في بلوت مهم جدا او عقده مهمه جدا في الجزء ده، لما المهندسه ناديه بتكتشف انه المهندس خاين حسن ما قالش الحقيقه في موقف ما. ايه؟ ما قالش الحقيقه. وهي بينها وبين نفسها كان بتاخد قرار ان هي لا يمكن هتامن له تاني. حتى بيقول لها ناخد فاصل، قالت له هناخد فاصل بس مش هنواصل. وفي المشهد ده حصل حاجه، انه ساعات بيبقوا عايزين يظبطوا الكادر، الاساتذه المصورين بيبقوا عايزين يظبطوا الكادر، فاقول لك فقال لي ممكن يا استاذ تفرد ظهرك زياده شويه، قلت له لا انا بيتشبشب لي دلوقتي وداخل في نفسي ما ينفعش افرد ظهر. انا منكسر. فما قلت له لا سيتصرف، بس انا مش هينفع اعمل غير كده. هتكلم معايا في الشغل؟ مش في فاصل؟ ده بقى اللي بيقول عليه فاصل وهنواصل. بس المرة دي فاصل ومش هنواصل. دخلت امبارح الحمام عشان كنت بتكلم رمزي، وقلت لي ان المهندس ابراهيم كلمك. هو انت مسجله امينة؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك اللي انا شايفاه. لا، وسايبني وانا تعبانة وتألف لي فيلم ولازم انزل عشان اقابل مدير البنك. ده انت ما طلعتش مهندس شاطر، ده انت طلعت مؤلف شاطر. كل ده بتعمله عشان تنزل تقابلها وفي الاخر تقول لي ايه؟ صديقة عمل؟ اتاريك متعاطف مع يحيى عشان انتوا الاتنين زي بعض. ناديه لو سمحتي. زعلت من الكلمه دي؟ طب على فكره في فرق بينكم، هو اذكى منك بشويه. مفيش كدبه ما بتتكشفش يا حسن. طيب اللي بيتفرج على المشهد ده، الناس انقسمت، في ناس كانت متعاطفه مع الزوج لانه حاسه ان هو كانت نيته حسنه، وفي ناس كانت متعاطفه مع الزوجه انه مفيش حاجه تخلي الزوج يقول لها انا نازل اقابل واحد وبعد كده تشوف ان هو كان مع واحده، ايا كان السبب. صحيح. حتى لو كانت مقابله بريئه. صحيح. كل واحد فيكم شافها ازاي بشخصيته الحقيقيه. لا انا شايف انه المشكله انه كذب، مش انه هو اتصرف كده مع زميلته، المشكله انه كذب عليه. دي الغلطه. طبعا ده بس. لا بس هو المشكله انه هو كمان سمح للعلاقه بينه وبين زميلته ان هي تتخطى فكره ان هو يدخل في تفاصيل خلافها مع جوزها. وانت مالك؟ بالظبط. انا اسفه يعني. بس هو ده حقيقه، عشان كده حس انه غلط. وما بعدها بيكلم ولاده وقال له هي غضبانه، قال له تغضب انا مقدر زعلها عشان انا غلطت. انت في الحقيقه لو الموقف ده بتعيشيه؟ انا ما بحبش الكذب، اصل احنا مش محتاجين ان احنا نكذب. ليه نكذب؟ ما نقول الحقيقه. هيحصل ايه يعني؟ هموته؟ هشنقه؟ ما تقول انا نازل اقابل واحده، نعرف علشان بعد كده ما يبقاش في سوء تفاهم. فانا ما بحبش الكذب، بشوف ان الكذب ده اقصر طريق. بس انا اقول لك على حاجه، هي لو ما كانتش مهندسه ناديه صرحت جوزها واكد لك انه كانت علاقته هتتطور بزميلته في الشغل. وارد. وارد على فكره. يعني الست اللي تحكي او تشكي لزميلها من مشاكلها هي وجوزها، الخطوه اللي بعدها هي هتدخل في علاقات فيها مع زميلها ده. وارد طبعا، ده بخبره طبعًا. الايام يعني طبعًا. الله اعلم. بس طبعًا. ده حقيقي. منقول يعني اصل هو لو كان قال، لو حسن او اي حد في مكان حسن كان قال لمراته، هي قالت له ايوه ساعدها، كانت هي هتبقى متدخله في الموضوع. ففكره ان هو ممكن يدخل في علاقه معاها كانت هتبقى اقل نسبتها. صحيح. انما لما يكذب عليها فعلا ممكن زي ما انت بتقولي العلاقه هتتطور، صديقه عمل ومعين زميلة عمل ومعين حبيبة عمل. مش وفاء اللي قالت كده. ده التطور المنطقي لل طيب الكلام اللي انت قلتيه عليا انا وامينة زعلني، بس انا عديته بحكم انه اللي بيحصل حواليك الايام دي يخليك تفكري بالطريقة دي. بس انا مش كده يا نادي، وامينة ست محترمة. النهارده حكيت لي عن علاقتها بجوزها والمشاكل اللي بينهم. هي ليه حكت لك؟ يعني بحكم اننا اصدقاء عمل. اصدقاء عمل؟ لا اكتر ولا اقل. وانا مصدقاك يا حسن، محترمه العلاقه دي. مش هاجي اقول لك هتحس بايه لو انا جيت قلت لك انا كمان عندي صديق عمل، لاني مش صغيره. بس ما تنساش ان انا وانت
اتجوزنا بعد ما كنا اصدقاء عمل. تقصد ايه؟ اقصد اللي انا قلته. انا بكلمها من منطق انه ممكن اقول لها نصيحه تصلح علاقتها بجوزها. ما هو ربنا بيجعلنا لبعض اسباب في الخير. انت شايف كده ولا في غير كده؟ والله وانا مصدقك، عشان العهد اللي بيننا اللي شاهد عليه ربنا. انا مش فاهمه ليه حجزت المطعم كله، ما كان ممكن الترابيزه واحده. مش نبقى براحتنا نتكلم براحتنا ونرقص براحتنا، وبعدين مش انت حاجزه لنا اوضه؟ ايه بتعلي عليا؟ انا بعلى بيكي. Only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you and